Hello, we came from a faraway church, and we want to learn more about Fresno. Yes, we have been told that we will find good resources. Yes, you will, but unfortunately, the keys aren't working. What are we going to do? There's a movie made by Antonius from the Baptist Church that tells about fasting and simple food. But it's mostly in Arabic, it's not English in between. It's fine, I never cut him out of it. I told him it's when I had a dollar and he's in my كل سنة وانت طيب يا كركن بزن ونبات صوم الملاك صع منه بولان وسمك انشحية ايه اللي صوم مقبول وسمك انشحية؟ المهم صوم الملاك بدأ ومش عارف اكل صيامي مفيش غير برنامج ساعة أهلا بكم في برنامج ساعة بقدمها لكم شيف مشكور معنا النهاردة طباخة المشهورة ساندي رامسي أخت جوردن رامسي وهتقدم لنا أكلة شهيرة بمناسبة صيام الميلاد إزيك يا ساندي؟ إزيك يا شيف؟ كل سنة وأنت طيب وانتي طيبة عنا ايه يا ساندي هتطبخلنا ايه النهاردة بما ان احنا في صوم الميلاد لازم نقدم للصايمين اكلة شهية ما تحسشهمش بالصوم فالنهاردة نقدم طريقة عمل الكباب يا سلام عليك يا شريف طلع نهار في الصيام لا ده كباب حلى صيامي طب يلا يا ستي قولنا المعادير معانا نص كيلو مشروم متقطع قطع صغيرة زي اللحمة وفراخ اللهم اني صايم احاول اصطنع ايه ده كله لا تدخلنا في تجربة خلينا مع الشريف في ناس بتحول القناة لما بقول كلمة لحمة وانا شايفاهم سامع كيلو فاضل منها اللحمة يوه انا قلتها تاني عفوا المقادير زي ما قلنا فلفل ملون ملح فلفل اسود بهارات بصله متقطعه كويس زيت وميه حسب الحاجه وكمان هناكل الاكله دي مع مكرونه مزروعه فريش هي المكرونه بتتزرع ايوه طبعا انت هتقعد تفرش على واحده من فضلك خليني اعرف اشتغل ماشي معانا مكالمة من جانيت من أول فيصل ونقول ألو Good morning Mr. Shereef أولاً كل سنة وأنت طيب عشان سن ميلاد وأحب أعرفك إن أنا بموت بالأمر كل الحاجات اللي أنت بتقدمها شكراً كان عندي طلب أنا مشدود جداً في الفلوس بعد ما كل الفلوس اللي حلتي بتساوى اسمي إسترومبا وأنا صغيرة كنت متحار وحبي محتاجة شيء للطيور وكنت عايز أعرف لو ممكن توصلني بحد يساعدني مش ممكن الواحد يقصد في الصيام انا سيبني من كباب الحلة والكلام الفاضي واروح احضر قداس الصوم في الكنيسة بدل التجارب اللي بيجيبها على التلفزيون
اوه وبالمره اتصل بالمطعم السمك يجيبولي سمك مشوي اكله بعد اللوديش. مفيش احلى من سمك المشوي من صندة حلو في سمك. ايه كروزي كروزي ايه اللي بتاكل ده يا كروز؟ بتاكل سمك في الصيام؟ شفتي يا دوناتيلو بياكل سمك في الصيام. Oh yes, how come you're eating fish during the fast؟ يا جماعة الصوم ده في سمك ايه المشكلة؟ ما انا عارف ان الصوم ده في سمك بس النهاردة الجمعة. اشرح له يا دوناتيلو. Listen man, today is Friday. Fish Wednesday and Friday don't mix. شفت اللي قاله بروفيسور دوناتيلو؟ هات بقى السمكة. ماشي ماشي بس انت واخد الضبط ليه؟ مش انت صايم برضه؟ اشرح له يا دوناتيلو. George has some brain issues. اسكت انت. مش ريحه دوناتيلو هلست. هات بقى السمك ده. يا عم احكي لي وخلص. انا عيان ورحت للدكتور وهو قال لي عندي نقص في كرات الدم السمكيه. وابونا ده اللي حد هات السمك ده بقى. Wait wait, Sharon is scary. استنى بس نقص كرات الدم السمكيه والتاني بيبرد من انجليزي وانا مش فاهمه. علي العوض ومنه العوض في السمك. سمك ايه انت بتطلع منين؟ ولا حاجه كنت معايا سمك مشوي وجي جورج خده. يا عم ما تعرف جورج تلبس شوف لك حاجه تانية تاكلها. امر الله لما اشوف نمرة المطعم الصيامي يكون عندهم حل العصفير بطني اللي بتصوصو دي. صباح الخير يا فندم، معاك مطعم القفص السعيد، ممكن احطك في القفص؟ اقصد على هذه اللحظة يا فندم. شاورما فراخ كباب فراخ كباب دوني وكفتة الحاتي واشهر الطواجن كمان يا فندم. انا كنت فاكر عندكم اكل صيامي. هو حضرتك صايم يا فندم؟ ايوه صايم. طب مفيش مشكله ممكن نقلب المنيو صيامي. احنا عندنا شاورما صيامي كباب صيامي وكفتة صيامي وطبعا طبق الكشري صيامي كمان يا فندم. جميل قوي، سيبك بقى من الكشري واديني واحدة شاورما صيامي، واحدة كباب صيامي، واحدة كفتة صيامي. بس انتي مؤكدة الأكل ده صيامي؟ أكيد يا فندم، الأكل بتاعنا معمول بالفول الصويا والطعم ما يفرقش عن اللحمة يا فندم. جميل قوي، ما تنساش بقى تضيف السلطات والطحين والبابا غنوج والمخلل. أكيد يا فندم، بابا غنوجك سلطتك وطحينتك شاملين بقى الوجبة يا فندم. تطلب أي حاجة تانية يا فندم؟ شكرا مع السلامه. مع السلامه يا فندم. ايه الرخامه دي كل شويه يا فندم يا فندم يا فندم اداها اوفر قوي. يا سلام اهو الاكل وصل اهو. الاكل اللي حضرتك طلبته يا فندم. شكرا جدا. شكرا يا فندم بالهنا والشفا مطرح ما يسري يمري يا فندم. هو انت بتاعك يا فندم يا فندم يا فندم هو انت نفس الشخص اللي رد عليا في التليفون؟ ايوه يا فندم. شكلك عايزه يا فندم خدي يا فندم. دور بس مطرح ما يسري يمري.
الموضوع مش نفس يا مريم. ده أكل كباب كفتة شاورما. ده كباب وكفتة وشاورما، دي حاجات حلوة. كباب ايه وكفتتي وانت في الصيام يا كرولس؟ يا بنت توم عاملين من كل صوية، يعني مجرد طعم ونكهة بس، الأكل كله صيامي. ده صيام حلو، هات واحدة يا شباب. طعم ايه ونكهتي؟ انت بتضحك على نفسك ولا بتضحك على ربنا؟ لو انت نفسك في شاورما ولحمة افطر احسن. وانت يا كيرو بتعملي ايه؟ ايه صح، تاكل لحمة بالصيام؟ طب تعالوا اتفضلوا واحدة شاورما. خليهم لك، يلا يا كيرو. هو انت هتاكل الاكل ده؟ اكل ايه؟ هما ماريان وكارلو يسدوا النفس اي حد. طب انا هصار هتتصرف فيه ماريان. انت كمان دلوقتي السمك والكباب اتضربوا كل هنا عشانك يا لاب. دلوقتي اكل ايه الصيام؟ ايوه مفيش غير الشيبسي. بعد السمك والكباب هصحصح على الشيبسي. Hi Kiro, how are you? Not so good, Blue. Give me it. Hi Blue, I am good. I am so hungry, I haven't eaten anything since the morning. Do you have anything for me? I have Pringle chips. You know chips? Yeah, what flavors do you have? As you can see here, I have sour cream and onion, pizza, and cheddar cheese. Wait a second, let me read the ingredients. Of course you would do that. Wow, Kiro, this is not yummy. Oh, really? How so? Technically, you are no longer fasting? How am I supposed to fast? Do I only drink water or what? Before you eat processed foods, you should check the ingredients. This has milk and cheese. This is just chips. What am I supposed to eat? I told you to clear my conscience. I don't know if you have one or not, but for me personally, I will go find some cool and falafel, and you do whatever you want. اعمل ايه دلوقتي؟ شكلي مشاكل النهارده. بعد الشيبسي اتضرب. ايه ده؟ انت بتلف الشيبسي ليه؟ بوت جات وخلصتني الدنيا، وانت جاي تكمل عليا؟ هكمل عليك ايه يا عم؟ هات. شوف لك حاجة تانية تاكلها، محدش هيكمل عليك زي الفول ولا طعمية. أنا هعمل زي بلوت وآكل فول. كل هدى عشانك يا رب. أنا هرجع للمطعم الأخص السعيد. يا رب البنت بتاعتي فند ما تردش عليا. تغير الهول. صباح الخير يا فندم، معاك مطعم الأخص السعيد، ممكن أحطك على الهول لحظة؟ يمكن نفس البنت بتاعتي يا فندم، ما عندهمش الناس. ايوه يا فندم. ايوه حضرتك، انا كنت عاوز فوت يا فندم. ايوه خلصيني، هو سؤال على السريع، عندكم فول وطعميه ولا اشوف مطعم تاني؟ طبعا يا فندم، خليني احولك على قسم الفول والطعميه. ينفع احطك على هولد لحظه؟ كل شويه كده يا مساحي. وكان النمره قول معايا، واحد ثم نمره زيرو حسوا بيا. صباح الخير يا فندم، معاك مطعم الأخص السعيد، قسم الفول والطعميه، ايه طلباتك؟ انا عايز 3 فول 3 طعميه وسندوتش بطاطس مقليه وبتنجان. ما في عايز سلطان وطحينات وبرنجان؟ بالظبط، يا ريت بسرعه علشان عصفور بطني نبح صوتها. في مطعم الأخص السعيد عصفور بطنك دايما بتبقى مبسوطه. طب خلاص بلاش هاري وابعتوا الاوردر. تمام يا فندم، سلام. سلام. يا سلام على الدم، مش ممكن كلهم نفس الشريحة؟ اني لولا اني جعان كنت شفت مطعم تاني.
روحي انتي ودي الاوردر بقى لانك انتي اتغلبتي. وانا ايه هعمل كده؟ ايوه هو. طب انا عندي فكره، انتوا الاثنين هتلعبوا واللي هيخسر هيروح يودي للاوردر. انت بخش انا راح اودي الاوردر. سلامكم. شوف انا الوحيد اللي في المكان. انا بصع كله ارجلك وهات فلوس اذا بنقعد كده موازينك وصيامي بسرعه. هات فلوس. شكلها صفصفت على الفول والطعميه. ايه ده، انت بتاكل فول وطعميه؟ عملت بنصيحتك يا بشعر فاشل. وانت عارف البقوله اللي بتقول لو خلص الفول انا مش مسؤول؟ انا نفسي اعرف الولد ده بيطلع ازاي لما اغير اللعب. انتي ما تعرفيش انا عزبت قد ايه علشان اوصل النقطة دي، ودلوقتي جربت اصعد. عزب ايه؟ فكر في الناس اللي بتعاني صح ومش لاقيين الفول اللي انت بتاكله. يعني اعمل ايه؟ انزل اكل كل الفول والمسكين؟ During fasting, you made it a habit to not fill your stomach much. And every now and then, try to fast without eating anything for a few hours in the morning. صح كده، يبقى سيبك من الاكل. تاني يا ريم، خد شوية فول. دليلة تمنع بلاوي كتيرة. لا انا عايزة طعمية. حاضر خدي طعمية اهي، وادي لا محسنين لله. لا كده مش ممكن، ما تاخدوا هدومي كمان. انتوا ما تعرفين مع الدايركتور علي ولا ايه؟ يعني ايه سير ريلاكس؟ ده انجليزي ده. واعملي لي فارماسيست. Look, it's Giovanni. أنا جوفاني ده؟ لا ما أعرفوش. ده ما بفوتش صيام، على طول بيصوم إنك بتوعي، يعني هو فعلا مسك للصوم الحقيقي. ماشي ماشي. لا بص أنت تركز معايا، عشان أنا صايم من الصبح ولسه ما أكلتش لحد دلوقتي. أنا معاكم المظلوم، بس ما أقدرش أعمل له حاجة. يدفع نساك، ما يدفعش ينسيك. سلام عليكم يا جماعة. ليس الصوم هو تعذيب للجسد، ولكن تهذيب وتدريب للنفس، ولذلك يجب التدقيق في الصوم حتى نتعلم التدقيق مع النفس، لأنه بالأولى صوم القلب عن الزلات. ماريا فروم السورياني. الذي يصوم عن الغذاء ولا يصوم قلبه عن الحنق والحقد ولسانه ينطق بالأباطيل فصومه باطل، لأن صوم اللسان خيرا من صوم الفم وصوم القلب خيرا من الاثنين. ماريا فروم السورياني. الصوم الحقيقي هو سجن الرذائل، أي ضبط اللسان وإمساك الغضب وقهر الشهوات. القديس بسيليوس الكبير.